عائلتي هو والدي أكيد إنه ما راد أجي على البرنامج لأن كان هم الوحيد إنه للعائلة كلها إنه الدراسة المرتبة الأولى بغض النظر عن كل شيء. كم أكره هذه الجملة. بتكمل دراستك سوي اللي تريده، ما تكمل دراستك تبقى بدراستك إلا من تطلع من الجامعة. للكل إخواني يعني حتى وأنا بالأكاديمية أنا خابرتني أمي بشرتني إنه أخوي تخرج إنه هذا الهمنا الوحيد يعني في البيت ولكل العائلة يعني بالأجمع إنه دراسة بالمرتبة الأولى. أنا طلعت عن هذا النمط نهائيا يعني نشاز بالنسبة للبيت أوفر لأن ما كمل دوامي ورسبت بالمعهد لأنه ما أخذت النصيحة مال والدي. يعني عندنا يعني ابتدائية متوسطة إعدادية بالعراق. بالنسبة للإعدادية من بعد الإعدادية إنه تتخصص بالجامعة بشنو تريد مثلاً كلية فنون إدارة اقتصاد هو تفرعات. فوالدي كان رادني إنه أدخل كلية فنون لكن خاصة في محافظتي يعني الفنون ما لها مستقبل. يعني إذا تخرجت من كلية الفنون راح تكون معلم فنية يعني ما راح تقدم في شيء نفسك نهائيا. لكن إذا كنت بغير اختصاص لا يعني مادة تقدر تعتمد على نفسك تكون عائلة. والدتي لها تأثير كبير على والدي يعني وخاصة في موضوع الفن لأنه أنا وأنا صغير إنه بهذا الموضوع ماشي فما كانت ردة فعل قوية إنه رفض تام لأنه متأقلمين ويا وضعي أنا لأن أنا الوحيد في البيت إنه أحب الفن وكذا فعادي يعني إنه وعدت إنه أقدم من وراء ما أجي من بيروت إنه عادي أكمل. مرتضى حبيبي أنت ليش حزين دائما؟ سؤال حلو. ظروف عائلية يعني قلق دائما ودائما ما بتعرفون كل زين يعني إنه ما أتأقلم وياكم بسهولة. بتفكيري يعني دائما قلق على أمي أكثر شيء. ليه؟ مريضة. أمك مريضة؟ شو بها؟ تمرض السرطان وحاليا بها قلب وضغط وسكر ف يعني كنت ما انام اذا ما اطمن عليها ما اعرف وحاليا 35 صار 35 يوم يعني ما شايف امي فجأة يعني لا أطمن عليها لا أعرف هي شنو بيها حتى من اتصل أحس بيها يعني أكو شيء بالموضوع أحس أكو شيء بالبيت يعني تركني والدي ووالدتي يعني في علاج أمي بالسرطان تعالجت في الأردن إنه هذه الفترة سنتين عانيت بيها كثير وخاصة إنه كنت في مرحلة صغير بالعمر مع العلم إنه أنا متعلق بوالدتي كثير ف يعني أكثر المرات دائما يعرفون إنه أريد أنسحب من البرنامج إنه بدك تنسحب الآن على أمك بس انت بتعرف انه هي بتفرح ما اقدر هي بتفرح ما اقدر ما 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 احس بهذا الشعور افكر انه امي لازم يعني اخلص لازم اخلص كل لحظه يا امي دائما توقع بالبيت يعني من هذه الامور لين كل مرض بيها طبعا وجودك هنا وضحكتك وابتسامتك ومامتك بتشوفك كده اكيد بتبقى مبسوطه بالطريقه دي بتبقى هي سعيده ومبسوطه انما لو انا كده
تبقى حزينه اعرف بلاش تخليها كده اعرف انه انا مجرد اطلع على راديو في محافظتي ارجع للبيت انه القاها فرحانه كثير ما هي اطلع في برنامج في العراق يعني انه لقاء وياه يعني القى امي فرحتها مو طبيعيه بها مرتضى اجي للبيت لين تعرفين الوضع بالعراق شنو لازم تطمن علي لين كل لحظه انفجار كل لحظه موت يعني لازم واحد من يطلع من بيته يشاهد فما تعرف تنام اصلا اذا مرتضى اجى للبيت او لا يعني تعرفين شيء من خوفها علي كانت تشم حلقي انه خاف انه انا مدخن برا البيت يعني تقول تعرف هي اخلاقي بس تخاف يعني من اصدقاء السوء انه انا مدخن او كذا فهذا خوفها علي بقد ما اخاف عليها انه اروح لغرفتها اطمن عليها هي تتنفس ولا على طول الليل اصعد وانزل امي قاعده فهذه الفتره اثرت علي كثير على كل حال أنا بشكرك إنك شاركتنا هيدا الشيء وإن شاء الله بتصح أمك وبتصير صحتها جيدة جدا وإن شاء الله العلاج بيتم بأفضل طريقة وما بتتعذب وبس بديك تعرف إنه الأم تنبسط إذا ولدها مبسوط أنا أعرف وبتزعل إذا ولدها زعل وبتزعل أكتر إذا هي سببت هيدا الزعل هي تعرف كل زين إيه يعني تعرف إنه أنا ما أقدر أعوفها يعني قبل لا أجي على بيروت هي قاعدة بالباب تبكي وأنا والله العظيم يعني وأنا بالمطار أفكر أرجع للبيت وأنا في الفندق أقول أريد أقول أنسحب أريد أروح ما هلأ هي عم بتشوفك هي عم بتشوفك انت اللي ما عم تقدر تشوفها بس هي عم بتشوفك يعني هي اكيد فرحانه مرتضى ما تفكر هيك وكرمالها يعني كرمال تخليها مبسوطه لازم تضلك عم تشتغل بالاكاديمي وتقدم افضل شيء عندك وانت انسان عندك صوت وعندك احساس كتير حلوين انطتني اغلى ما عندها كل المادة اللي اعطتني اياها في سبيل انه اوصل ما اريد اخيب ظنها هذا اللي موقفني بس انه اذا ارجع انه ما مسوي شيء لنفسي هي راح تزعل لان هي انطت كل شيء لي اما مشان هيك مش لازم تخيب لا شنو اللي اطلبه من عتا تقول لي خلاص يعني حتى لو كان والدي ما قابل انه هذا الشيء لا تعلمينه هذا دلال زايد او كذا يخرب مرتضى لأن مدلل وكذا هي كانت تعاند لا إذا ما يطلب من عندي مين يطلب هو طالب هذا إنه كنت أنا حبها الوحيد